الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: امرأة كانت في مجلس من أحد المجالس وأصيبت بعين، فأخذت بقية طعام التمر في الصحن والكوب الذي شربت منه المرأة، تقول وغسلته وأخذت الماء النازل منه واغتسلت به، فهل فعلها صحيح؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك، لأن هذا من جملة الأثر الذي يتعلق بالعائن، ومتى ما اغتسل المعين بشيء مما علق به شيء من أثر العائن فإنها بإذن الله عز وجل تزول إذا أراد الله عز وجل ترتيب الأثر على سببه، فلا بأس بهذا النوع من التداوي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يغتسل لمن أصابه بالعين، وأن يغسل داخلة إزاره، وأن يتوضأ في الماء، والمقصود بذلك حلول شيء من أثر العائن في الماء وإراقته على المعين، فإنه متى ما كان في الماء شيء من أثار العائن وأريقت على المعين فإنه حينئذ يبرأ بإذن الله عز وجل، والله أعلم.